السلام عليكم. سنتكلم في هذا الفيديو عن حشرة المن التي تصيب بعض الخضروات كما تصيب أشجار الفاكهة وخاصة أشجار التفاح والدراق والخوخ والرمان. ولحسن الحظ فإن حشرة المن من السهل مكافحتها. في البداية سيتكلم مهندس عمار رضا عن حشرة المن ومكافحتها، وبعدها سيكون لي تعقيب عن حشرة المن. اليوم بدنا نتطرق لموضوع كتير مهم ونشرح عنه بالتفصيل، هو حشرة المان. حشرة المان عبارة عن حشرة رهيفة جدا، تعتبر من الحشرات الثاقب الماصة مثل ما ملاحظين هون. حشرة المان حجمها صغير مثل بحجم رأس الدبوس، عبارة عن حشرة سريعة التكاثر، بتكون مستعمرات بسرعة كبيرة جدا إذا توفرت الشروط ودرجة الحرارة. بتصيب حشرة المان الأوراق مثل ما ملاحظين هون، وبتصيب الساق، تنتشر على الساق بكميات كبيرة. هلا حشرة المان بالبداية بتكون عديمة الأجنحة، بتتوالد لا بكريا لا جنسيا، بتعدد ألوانها، في عندك اللون الأخضر، في عندك اللون الأسود، وفي عندك اللون البني. إلى للمان بيات شتوي على الحشائش، تلد حشرة المان الكثير من الحوريات، تضع الحشرة الواحدة أكثر من 100 حورية خلال فترة حياتها، تصل الحورية إلى الحشرة الكاملة بعد 5 إلى 7 أيام بحيث تتوفر الشروط المناسبة لذلك مثل الحرارة، وبتزيد أو بتنقص حان توقف هذه على درجة الحرارة. هلا من شو الأضرار اللي بتسببها حشرات المان؟ مثل ما ملاحظين هون حشرة المان بتؤدي إلى امتصاص النسر من الأوراق، بتحول لون الورقة لأصفر، والالتفاف بمراحل متقدمة بتبلش الأوراق تلتف تحول لون إلى البني إلى أن تصل إلى هذا الشكل، هي بتوبس قمة النبات، توبس الأوراق، بتؤدي إلى زبولة وتساقط الأوراق. هلأ إلى حشرة المان إلى مفرزات الندوة العسلية. هلأ أضرار الندوة العسلية كمان أضرارها بالغة جدا. الندوة العسلية تؤدي إلى الندوة العسلية اللي بتفرزها المان بتؤدي إلى سد ثقوب النباتات، وبالتالي بتؤدي إلى انخفاض في عملية البناء أو التركيب الضوئي. الندوة العسلية ينمو عليها العفن الأسود، بيجذب تجب الندوة العسلية حشرة المان اللي بتتغذى عليها مثل ما ملاحظين، بتتغذى عليها وبتحميها، بتدافع عن حشرة المان من الأعضاء الطبيعية. هلا كيف بدنا نتعرف عن النبات، كيفية التعرف على النبات انه مصاب بالمان؟ اول شيء بنلاحظ حدوث تشوهات على الأوراق الحديثة والتفافها. هلا بنلاحظ اصفرار الاوراق المصابه وخاصه الموجوده بالقمه، وجود ماده لزجه على الاوراق وهي يعني اسمها الندوه العسليه، تعتبر مفرزات المان. هلا عندنا تواجد النمل بشكل ملحوظ على النبات، وعندنا حدوث تساقط للاوراق على النبات، وفينا عن طريق الفحص بالعين المجردة، إنه حشرات المان هي حشرات ظاهرة بالعين المجردة. هلأ نجي للشيء الأهم، إنه نحنا كيف بدنا نكافح حشرة المان. أول شيء عن طريق استخدام خرطوم يعطي ماء قوي جدا، مشان الماء إنه بتساعد على إزالة المان من النبات، أو عن طريق لوس قفازات وإزالة المان يدويا. هاي الطريقة إنه بتستخدم كان المن قليل بكميات قليلة يعني، أو عن طريق صنع محلول الماء والصابون في المنزل، وبعدين رش النبات فيه، بعدين نزرع النباتات الطاردة للمن بشكل طبيعي. عندك التوم، عندك الخردل، عندك النعناع البري، وفي عندك البصل، أو عن طريق المكافحة بالأعداء الطبيعية مثل حشرة أبو العيس ذو السبع نقاط. هي يعني بتتغذى على المن، تعتبر من أهم طرق المكافحة فيه.
وعن طريق المكافحة الكيماوية مثل عندك المبيدات ديماكرون بمعدل 60 سنتيمتر مكعب لكل 100 لتر ماء، وعندك مارشال معدل 150 سنتيمتر مكعب لكل 100 لتر ماء، وعندك برودوكس تامارون 200 سنتيمتر مكعب لكل متر الماء. هلا عندنا فينا نستخدم المبيدات فينا نستخدم المبيدات الجاهزية فينا نستخدم المبيدات الجاهزية. المبيدات الجاهزية تعتبر من أفضل أنواع المبيدات، تنتقل لأنه داخل النبات تنتقل داخل النبات. بيصل تأثير المبيدات الجاهزية من يومين إلى عدة أسابيع. هلا المبيدات الجاهزية تعتبر فيها مادتين، استاميريد وعندك إيميدا كلوبريد، وهي المواد تعتبر قاتلة لحشرات ألمان. حشرات ألمان. بشوفكم أصدقائي بمزيد من مقاطع الفيديو لاحقا. بداية أريد أن أشكر المهندس عمار على الشرح الواضح والموجز عن حشرة المن ومكافحتها، وأريد أن ألخص الموضوع بأن حشرة المن يمكن معرفتها بسهولة من خلال ملاحظة تجعد الأوراق الموجودة بقمة الأغصان، وإذا فتحنا الورقة المجعدة سنجد عليها حشرات المن، وكما نشاهد الندوة العسلية وهي مقصود فيها مادة لزجة تلتصق بالإصبع ولامعة توجد على الأوراق وعلى الغصن تفرزها حشرات المن، وتحتوي المادة العسلية على مادة سكرية، لذلك نجد النمل على الأشجار المصابة بحشرات المن. وأسهل وأرخص طريقة لمكافحة حشرة المن هي باستخدام أي صابون سائل اللي بنستخدمه لجلي الصحون في المطبخ، ونضع ملعقة كبيرة لكل لتر ماء، وقد شرحنا الطريقة بالتفصيل في فيديو وفي مقال سابق، سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف. بالنهاية تحياتي لكم وإلى اللقاء.